أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة تحسبا لحدوث سيول. وخلال اجتماع برؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومسؤولي لجنة إدارة الأزمات، قرر المحافظ تشكيل لجان بجميع المراكز من الوحدات المحلية والري للمرور على مخرات السيول، وذلك لتأكد من عدم وجود معوقات أو مخلفات في المجرى. والآن نخرج لفاصل ونعود بعده لاستكمال